اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنشوف النهارده صالون واتنين ركنه شيك قوي من معرض اسلام صبحي. اسم المعرض ورقم التليفون على الفيديو. السفره دي هفرجكم عليها بس في فيديو تاني خالص. هنشوف النهارده بس الصالون والركنات. الركنه باللون الكافيه في اللون درجات اللون الازرق، طالع موضه درجات الكافيه، والشامبين الجولد المط واللميع طالعين موضه. شوفي هنا عامل ماتشنج بين لون الدرجات الازرق والكافيه. الكافيه ممكن ندخل معاه اي درجه، سواء الازرق، الكشمير، النبيتي، البستيل. هو بيليق على كل الدرجات، وهو من احلى الوان الدرجات سواء في الاساس او في الدهانات في الديكورات. شيك جدا وحلو قوي. تعالوا نشوف الركنه. بس الركنه برضو بدرجات الكافيه، وحطت الخديات في الكافيه في الجولد في ازرق في ابيض. اللون الابيض برضو طلع معانا موضه. انا بعتبر درجات الكافيه بدرجاتها كلها والوانها، والاوف وايت من اشيك الالوان في الاساس. الصالون تاني مره كمان. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا الجرس. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في الصالون والركنه بتاعت النهارده.